معنا مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة الأستاذ مهدي التميمي. مرحبا بك أستاذ مهدي. يعني اليوم هناك دعوات لإعلان منطقة الهارثة منطقة موبوءة بالفيروس بسبب ما قالت بعض المصادر أن الأهالي لا يلتزمون بالتعليمات. نعم أخي الكريم، أرحب بكم. أهلا بك. الواضحة والحقيقية وراء هذا الانتشار وهذا التفشي. نعم، إن منطقة الهارثة هي منطقة موبوءة، لأن اليوم الإصابات وللأسف كانت كبيرة وكبيرة للغاية، وفي العوائل التي كان لديها مجلس عزاء أو مجلس تعزية لفقدان أحد ذويها، وبالتالي وصول العدد إلى أكثر من 30 شخص من هذه العوائل يعتبر كبيرة إلى هذا القضاء. طبعا السبب الرئيسي كما اسلفنا انه هناك وللاسف لا زال حاد، ليس في البصره حسب وانما في مناطق عديده في العراق والبصره، هناك امتحان كبيره جدا هذا الفيروس وبمقاصده، وبالتالي عمليه كانما هي عمليه وللاسف تحدي عملية لا مبالاة، وهذا طبعا أيضا ليس ثقله كله يرجع على المواطن، وإنما يجب أن تكون هناك مسؤوليات تناط أولا بالحكومتين المركزية والمحلية في مسألة التوعية وفي مسألة النزول إلى الشارع للتوعية. اليوم كذلك فرض حقيقة فرض ضوابط وتقييم تشريعات على التوعية والوقاية، وبنفس الوقت هي العملية أيضا نعطي بعض، مو بعض وإنما جزء كبير من الحق إلى المواطن، من ناحية أنه خصوصا الطبقات الفقيرة والمتعففة، لأنه أولا التوعية قليلة، ثانيا الإمكانيات المالية المتاحة من الدولة إلى هؤلاء المواطنين هي تكاد تكون خجولة وبمستوى تحت خجولة، لأنها تعتمد ربما اليوم على بعض المساعدات حسب ما نقول انه لا يمكن ان يفي ربما 10% او 5% من التزامات العوائل. السيد مهدي التميمي، نعم. عذرا الصوت متقطع، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا مدير مكتب حقوق الانسان في البصره.